شكيب رئيس قسم النهوض بحقوق الانسان المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان. شارك حماسنا الملتقيات الافريقي الثاني اللي تنظم جمعيه ماء العينين للتنميه والثقافه. قد نحكيس المداخله الكلمه السيد المندوب المناسبات المندوب الوزاري لحقوق الانسان. وكان المساله هذا المداخله تستهم الاطارات الحقوق الانسان اللي حين خارت المغرب. سمعنا الاتفاقيات اللي كان اللي تلزم الى اخره. ولا سيما اختي اللي ارتبطني العلاقات النشاطات اللي هو التفاعل الحضاري و الانفتاح على الاخرين بما فيهم الافارقه الذين يتواجدون في المغرب. وهذه المداخله كانت فيها هذا الجانب الحقوقي التقديم ديالو بصفه عامه موجز حول الاهتمام المغرب بمساله التعاون جنوب جنوب يعني المرجعيات الاساسيه لهذا خاصه فيما يتعلق بالخطابات المتكرره لجلاله الملك. وكذلك عرجنا على ما تقوم به الحكومه حاليا لا سيما في جانب متعلق باعداد سياسه عموميه جديده في مجال الهجره الانخراط ديال المغرب في احترام حقوق الانسان في منظورها الشمولي. وكذلك في الاخير ذكرت باليوم العالمي لحقوق الانسان والشعار الذي حمله هذه السنه اللي هو 365 يوم ديال حقوق الانسان ماشي غير نهار واحد. واحد المقوله عن اخذتها عن المديره العامه لليونسكو التي تعتبر بان حقوق الانسان والحريات الاساسيه لا بد ان تكون المدخل للتفكير المستقبلي للاهداف الانميه الانمائيه ما قبل 2015. فيما يتعلق بالمرجعيات الاساسيه التي تؤسس للتفاعل الحضاري في مجال حقوق الانسان نجد بان مجموعه من المواثيق تؤكد ذلك لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وكذلك العهد الخاص المتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. ومجموعه اخرى من المواثيق التي تجعل حقيقه وتؤكد على ان مساله حقوق الانسان لا يمكن ان نجزئها انها مرتبطه. والى جانب هذه المرجعيات التي تستند الى مواثيق ومعاهدات هنالك اليات للامم المتحده تضمن النهوض والدفاع عن الحقوق الثقافيه وحقوق الفئات الى اخره وهو ما نسميه بالاصطلاح المساطر الخاصة التي تعمل لدى مجلس حقوق الإنسان كالمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية والخبراء المتعلقين بالدفاع عن السكان الأصليون إلى آخره.